شباب، مساء الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ اولا انا انبسطت جدا بالنقاش اللي اتناقشناه مع بعض على زوم بخصوص المحاضرتين، محاضرة التايدل ومحاضرة البايوماس. اعتقد النقاش كان بناء، ويمكن كلنا استفدنا وتعلمنا حاجات جديدة. انا شخصيا استفدت من اسئلتكم، ودي ميزة المادة اللي احنا بندرسها. احنا يمكن بنتعرض لتكنولوجيز مختلفة من الرينيوبل انرجي، بنشوف ازاي ممكن نتعامل معاها بحيث ان احنا نوصل لكهرباء بالدرجة الاولى لان ده تخصصنا، او لاي سورس تاني او فورم تاني من الانرجي. خلينا نكمل في مواضيعنا ونبدأ نتكلم عن نوع تاني من الرينيوبل انرجي. يمكن احنا اتكلمنا عن البي في كتكنولوجي، يعني للسولار انرجي، واتكلمنا عن الهايدرو، واتكلمنا برضو عن التايدل، واتكلمنا عن البايوماس بشكل عام، ويعني اتكلمنا عن التكنولوجيز اللي جواه. النهاردة بقى احنا هنتكلم عن نوع هنكتشف ان هو مشهور في بعض الاماكن ومستخدم في اماكن بكثرة وفي اماكن تانية لأ، وهو الجيوثيرمال انرجي. هنشوف ازاي ممكن نحول الجيوثيرمال انرجي دي لكهرباء او الهيت انرجي. هنكتشف ده ستيب باي ستيب كده النهارده مع بعض. يعني الهدف من المحاضره بتاعت النهارده ان احنا نشوف الريسورس اللي هو الجيوثيرمال انرجي ده موجود فين، وبعد كده نبدا نتكلم عن التكنولوجي اللي موجوده عن طريقها ممكن نحوله لفورمز تانية، وبعدين نبدا نتكلم عن بعض الالفاظ الثيرموديناميك المشهوره اللي هنستخدمها في الجيوثيرمال انرجي. نتكلم عن فكرة حاجة اسمها الهيت بامب، إن كنا هنتكلم عنها بسرعة. يعني كده هنتكلم بقى عن الانفيرومنتال والكوست ايشوز اللي ليها علاقة بالجيوثيرمال انرجي، وهي واحدة من الرينيوبل انرجي تكنولوجيز المشهورة زي ما قلنا. خلينا نبص كده شوية على الخريطة دي. يمكن اللي متعلم بالأحمر هنا كده اللي هو ده، هو ده اللي فيه بوتنشال عالي من الجيوثيرمال انرجي، هنا وهنا وهنا وهنا. هنلاقي طبعا اغلب البوتنشال موجود في المناطق زي نورث امريكان، امريكا الشماليه، امريكا يونايتد ستيتس وغيرها، يعني من وكندا وغيرها، واللي موجود في امريكا الشماليه. هنلاقي في بعض الحاجات موجوده هنا في اوروبا، امريكا الجنوبيه يعني بسيط قوي، افريقيا حاجات ضئيله جدا زي ما انت شايف مش كتير، يوريسيان بليت هنلاقي فيها شويه حاجات برضو. يمكن الجيوثيرمال انرجي كمية الاوتبوت بتاعها اللي موجود في العالم لحد دلوقتي 12.8 جيجا وات. ده مجموع الطاقة اللي منتجة، مش الريسورس، لا، الطاقة اللي منتجة من الجيوثيرمال انرجي. امريكا بتنتج حوالي 3548 ميجا وات من مجموع الجيوثيرمال انرجي اللي موجود في العالم، يعني تقريبا 28% من انتاج العالم من الجيوثيرمال انرجي. طبعا في جزء منها او محطات بتحول الجيوثيرمال انرجي دي لكهرباء، وفي بتحول لهيت انرجي يستخدمها بقى يا اما في تصنيع الادويه او في تصنيع الطعام او في تسخين الميه علشان خاطر استخدامات البيوت او غيرها من الاستخدامات يعني. ايه الحكايه؟ ايه موضوع الجيوثيرمال انرجي؟ الموضوع كله ان زي ما انت شايف كده دي قشره الارض، كل ما تنزل تحت اكتر كل ما درجات الحرارة بتزيد. دي حاجة طبيعية موجودة في اي مكان، لكن اللي مختلف من مكان للتاني انك كل ما بتنزل في مكان درجات الحرارة مش بتتغير زي ما بتتغير في اي مكان تاني. يعني مثلا هنا في مصر انت لو نزلت لغاية هنا مثلا الحتة دي 2900 كيلو مثلا، المفروض ان انت هتلاقي درجة الحرارة يعني قلت 3090 درجة سيليسيوس او بقت 3090 درجة سيليسيوس، بس مش في كل الاماكن بتبقى نفس القيمة يعني. فهي دي الفكرة بشكل عام، موجودة في كل الاماكن بس مش بنفس القيمة. تمام، ايه الموضوع؟ الموضوع انك انت على قد ما بتنزل لدبس بالكيلومتر او بالفيت، يعني حسب الوحدة اللي انت عايز تقيس بيها، كل ما بتنزل اكتر كل ما درجة الحرارة بتعلى اكتر. طيب
هنلاقي ان لو انت نزلت هنا مثلا في بعض الاماكن هتلاقي ان درجة الحرارة عالية، بس عالية لانك تستخدم استخدام في تسخين المية فقط زي ما انت شايف هنا. يعني هنا انت بتتكلم مثلا في ايه 60 70 درجة، لكن لو نزلت في مكان تاني ممكن تلاقيها واصلة لألف، يعني لو نزلت 4 كيلو ممكن تلاقيها وصل اكتر من 350 درجة او 400 درجة او وات ايفر. لا انت كده بتتكلم في استخدام محطة كهرباء، وده الدرس الاولاني اللي عايز اعلمه لك. حسب درجة الحرارة اللي ممكن توصل لها تحت الارض بتحدد هتبقى استخدامك ايه للجيوثيرمال انرجي، لان انت ممكن تحولها لمياه سخنة لو درجة الحرارة اللي هتنزل لها مش عالية قوي، وممكن في نفس الوقت برضو تستخدمها في انك تعمل محطة كهرباء تولد منها كهرباء وتربطها بالشبكة او تغذي بيها مكان معين. حسب المكان اللي انت فيه هيؤهلك انك تنزل لعمق قد ايه، والعمق ده درجة الحرارة فيه هتكون كام. طيب ممكن يكون في مكان لو انا نزلت لعمق بس مش لاعلى عمق ممكن انزل له استخدم فيه جيوثيرمال انرجي، ممكن، بس انت كده بتخسر لانك انت مش هتوصل للاستخدام الامثل للمكان ده. المكان ده ممكن ان انت تنزل العمق يعني وصلك ل 300 درجة مئوية مثلا، انت كده ممكن تولد كهرباء من الجيوثيرمال انرجي، لكن انت مش عايز تنزل. انت بدل ما تنزل 5 كيلو لا انت نزلت بس 2، فانت لما نزلت ال2 ما بقتش درجة الحرارة عالية كما يجب، فانت كده هتبدأ تستخدم الجيوثيرمال انرجي استخدام تاني اقل من الاستخدام الطبيعي اللي ممكن تكون توصل له. فهي المسألة مسألة انك انت تبقى عارف انا هنزل لعمق قد ايه، هوصل لدرجة حرارة قد ايه، ده مسبقا ما قبل ما تعمل اي حاجه في المشروع. طيب ايه اللي بيحدد الحكايه دي؟ اللي بيحدد الحكايه دي كمان الفلوس، لان كل ما بتنزل لعمق اكتر كل ما الستارتنج كوست بتاعك بيزيد. ما هو انت العمق ده مش بتعمله بسهوله. وبشكل عام الحاجات بتاع الجيوثيرمال انرجي شويه مش رخيصه في الستارتنج كوست في البدايات يعني بالذات يعني. تمام، الموضوع متوزع ازاي بقى على مستوى العالم؟ بيقول لك 21% من الطاقة بتاعت الجيوثيرمال دي موجودة في نورث امريكا، ده احنا بنتكلم على الريسورس مش على التكنولوجي. سنترال امريكا فيها 1%، ساوث امريكا فيها 14%، ويسترن يوروب فيها 4%، ايسترن يوروب فيها 17%، اسيا فيها 21%، افريكا فيها 13%، والباسيفيك ايلاند فيها 9%. احنا هنا بنتكلم عن الريسورس مش التكنولوجي. تمام، زي ما قلنا اليو اس بتنتج 3450 ميجا وات، بتغذي حوالي 80% من كاليفورنيا. الفلبين تيجي تاني دولة في الانتاج بتاع الجيو سيرمال، بتنتج حوالي 1870 ميجا وات، بتغذي 27% من الشبكة بتاعتها. اندونيسيا تيجي رقم 3، بتنتج 1340 ميجا وات، بتغذي حوالي 4% من الكهرباء بتاعتها. طيب هل في بلاد تانية مشهورة؟ في بلد مشهورة جدا اسمها ايسلندا. ايسلندا دي من البلاد اللي عندها 100% طاقة متجددة. واحدة من الريسورسز القوية اللي بتعتمد عليها هي الجيوثيرمال في انتاج الكهرباء، بس هي الرقم بتاعها مش كبير قوي لان طبيعي استهلاك الكهرباء في ايسلندا مش عالي قوي. ايسلندا يمكن اللي ما يعرفهاش بلد ما بتستخدمش تكييف، لان هي على طول الجو برد فيها. طبعا التكييف واحد من الاحمال اللي بيخليك تسحب كهربا كتير جدا، فلذلك انت تلاقي استهلاك ايسلندا من الكهرباء مش عالي، وبناء عليه مش بتعمل محطات كبيره قوي زي ما امريكا بتعمل او زي ما الفلبين بتعمل. تمام، يبقى احنا اشهر 3 دول عندها محطات امريكا، فلبين، اندونيسيا. ماشي، في مصر فين؟ في اماكن فيها بوتنشال قوي للجيوثيرمال انرجي، الا ان مش معمول فيها محطات حتى الان، يعني محدش بنى محطات جيوثيرمال في مصر لحد دلوقتي. طب فين الاماكن دي؟ هتلاقي على خليج السويس وعلى البحر الاحمر بشكل عام. طب هو ليه مش عامل؟ لان هو عامل هناك محطات رياح، يعني هي في بوتنشال قوي في الجيوثيرمال وفي بوتنشال في الويند، هو عمل محطات ويند. من الصعب في بلد مش متقدمه قوي ان احنا نقدر نعمل تو رينيوبل تكنولوجيز في نفس المكان على الاقل دلوقتي، ممكن في المستقبل يعملوا.
تقريبا السيرفس تمبريتشر من 40 ل 76 درجة، فطبعا انت استخدامك كده هيبقى في نطاق الماء السخنة مش اكتر من كده. الويسترن ديزرت اللي هي الصحراء الغربية لحد الواحات هتلاقي درجة الحرارة فيها من 35 ل 45 لو انت عايز تعمل محطات هناك، برضو الاستخدام ده مش بطال في التسخين. جيوثيرما جراديانت تقريبا انت بتنزل لكل كيلومتر بتنزل 45 درجة، والهيت فلو تقريبا 120 ملي وات لكل متر سكوير. في حمام فرعون جيوثيرمال سبرينج ده عملوا دراسة كده قال لك ان حمام فرعون ده من احسن الاماكن اللي ممكن يتعمل فيها محطة جيوثيرمال، وممكن ينتج 12.4 ميجا وات. دي دراسة اتعملت لكن المحطة ما اتعملتش. يعني في دراسة كمان بتقول ان في بوتنشال قوي قوي على بعد 25 كيلو ساوث كايرو تو حلوان سيتي، يعني تقريبا في حلوان في بوتنشال قوي جدا هناك ان احنا نعمل محطات جيوثيرمال، ده حسب الدراسات، لكن حتى الان مفيش محطات اتعملت. تمام. طب الناس اللي عملت الاحصائية دي وقبلها الاحصائية دي عرفت منين الكلام ده؟ بص يا سيدي، في طرق تقدر تدرس بيها البوتنشال بتاع الجيوثيرمال انرجي موجود ازاي. واحد منها الساتلايت، ممكن عن طريق الساتلايت والصور اللي بياخدها نعرف كل حاجه. لو درسنا الفولكانوس اتعملت فين وحصلت ازاي ممكن نعرف كتير برضو عن الجيوثيرمال، لان معروف ان الجيوثيرمال والفولكانوس مربوطين ببعض، الاماكن اللي فيها فولكانو عاده فيها حراره كتير تحت الارض. الخرائط بتاعت الجيولوجيين او خرائط الجيولوجيا بشكل عام، الناس اللي بتدرس الكيمياء الجيولوجيه، الناس دي بيبقى عندها قدره انها تعرف المكان ده الجيوثيرمال بوتنشال فيه قد ايه. الفيزياء الجيولوجيه نفس الكلام برضو، وطبعا دراسه التمبريتشر جراديانت هول دريلينج، وغالبا اللي بيعرفوا يعملوا الدراسه دي الناس اللي بيشتغلوا في البترول، لان هما شغلهم برضو قريب جدا لشغل الجيوثيرمال، هو كله تحت الارض. تمام. في الحقيقه الناس اللي بتشتغلوا، يعني كل اللي فات احنا اتكلمنا على التكنولوجي، الناس اللي بيشتغلوا بقى في الجيوثيرمال بيتكلموا عن تطبيقين، او بيقسموا التطبيقات لتطبيقين، يا اما الكتريستي جنريشن انت هنا عايز تولد كهرباء، يا اما عايز تستخدمها دايركت يوز، انت عايز تاخد الحراره دي وتروح تستخدمها مثلا في البيت في الاستحمام او في تصنيع حاجه معينه. لو انت هتستخدمها في انتاج الكهرباء عندك حاجه اسمها دراي ستيم، عندك الفلاش ستيم، وكل واحده من دول ليها انواع، وعندك الاي جي اس، وهنعرف ايه الاي جي اس دي دلوقتي. بينما لو انت عايز تستخدمها دايركت يوز انت بتسخن ميه في الاخر، او بتسخن ليكويد معين غالبا طبعا بيكون ميه، وبتستخدمه يا اما هيتنج يا اما كولينج، وانت عارف اساسا ان فكره التكييف هي فكرة قائمة على التسخين أساسا، عشان تحول الحاجة من هيتر لشيلر أنت برضو محتاج مياه سخنة، ففي جميع الأحوال أنت بتستخدم المياه السخنة. جميل. دي يمكن خريطة كده كنت أنا عملتها في وقت من الأوقات توريك أنت محتاج يعني ممكن تستخدم الجيوثيرمال في إيه. لو أنت عندك ديب دراي روك ممكن تطلع منها باور، ودي مشكلتها إن هي محتاجة حفر في الروكس، وده مش سهل، وهي موجودة في كل مكان بس غالية. لو انت بتكلم عن دراي ستيم انت عايز هاي هيت فلو ارياز، وطبعا انت محتاج الاماكن دي تكون اتعرضت لفولكينوز، وهم مش كتير في العالم. يا اما لو انت بقى مش عايز باور عايز هيت، انت كده عايز لو تمبريتشر، فانت يا هتعمل وورم كولد سيركوليشن، وده ممكن تستخدمه افريوير، وده فعلا موجود في اماكن كتير جدا، واي مكان حرارة تحت الارض ممكن تخليك تستخدمه في اللو تمبريتشر، او انترميديت تمبريتشر، ودي تستخدمها في تصنيع الادويه مثلا او في بعض الصناعات. ممكن لو انت عايز هوت ووتر، والهوت ووتر دي تستخدمها بطريقه ما في محطه الكهرباء، ولو ان ده في الحاله دي انت هتبقى محتاج مصدر تاني يديك حراره، فيبقى الحراره دي مع الحراره دي تقدر تكون حراره قويه فتخليها تكون ستيم في الاخر عن طريق الهيت اكسشينج. ده يعتبر اكتر حاجه ممكنه، ان احنا هنجيب جزء من الطاقه بس من الجيوثيرمال
ونشوف مصدر تاني بقى، ممكن يكون فوسيل فيول، نحرق حاجة معاه ونشوف هنسخن ازاي. او سي اس بي مثلا، من اكتر الحاجات اللي ساعات ممكن تستخدم مع جيوثيرمال في التكنولوجي يعني بتاعت الرينيوبلز، السي اس بي كونسنتريتد سولار باور، لان هو بيعتمد كمان على درجة حرارة عالية. يعني دي كانت خريطة كده انا كنت عاملها علشان كنت اساعد نفسي ان انا افهم فكرة الجيوثيرمال. ايه الموضوع؟ زي ما بحكي لك كده، انت كل ما بتنزل الارتفاع كل ما بتحدد استخدامك. والله انت لو نزلت الارتفاع صغير زي ده، انت لو عندك بامب او معاك بامب خلاص انت كده هتستخدمها في ميه سخنه. نزلت الارتفاع اكتر ومعاكش بامب ممكن تستخدمها طبيعي من غير ميه، من غير بامب، انك انت تطلع ميه سخنه عاديه او ميه سخنه بكميات، وفي الحاله دي تستخدمها في عمليه تصنيع مثلا ادويه او وات ايفر. لو نزلت بقى الارتفاع قوي جدا 6 كيلو او حاجه في مكان معين يكون فيه الريسورس ده قوي، انت ممكن تستخدمه هنا في انك تنتج كهرباء، وممكن كهرباء وهيت انرجي الاثنين. هنشوف التكنولوجي دلوقتي. طيب ايه موضوع الكهرباء او ازاي ممكن ننتج كهرباء من الجيوثيرمال؟ بص، في مسارين، في مسار دخول الميه الساقعه لتحت الارض، وفي مسار خروج الميه او الستيم بقى من تحت الارض بعد ما سخن علشان يدور تربينه. الانجكشن ويل ده اللي هو البير اللي بينزل عن طريقه الميه العاديه، والبرودكشن ويل ده اللي بتطلع منه الميه السخنه او لو هي وصلت لستيم عشان تشغل التربينه على طول. طيب لو انت قدرت تطلع منها ستيم، وطبعا انت عن طريق المقاسات بتاعت المواسير والويل ده انت عامله ازاي، اللي هو البير ده انت عامل المواسير اللي فيه ازاي، تقدر تخلي الستيم ده يخرج ببريشر قوي قوي من المواسير دي، فهيبقى قادر ان هو يدور التربينه، والتربينه لو دارت خلاص هي بتبقى مربوطه مع الجنريتور، فانت هتحول الميكانيكال انرجي لالكتريك انرجي، والالكتريك انرجي بقى بعد ما اتولدت خلاص انت ممكن تروح تغذي بيها حمل او تربطها بالشبكه حسب انت عايز تستخدمها ازاي. هي الفكره كلها في انك توصل للمكان اللي فيه درجه حراره عاليه قوي تقدر تحول لك الميه اللي منزلها انت دي او الفلويد ده لدرجه حراره عاليه قوي، تقدر تستخدمها في انك تسخن الاستيم او تحول لك الميه الاستيم على طول وتدور بيه التربينه. دي فكره الدراي ستيم الكتريستي جنريشن، هي ابسط فكره فيهم. انت بتنزل ميه وهي بتحولها لستيم، والستيم بيطلع عن طريق المواسير دي ببريشر عالي جدا يدور التربينه، التربينه دارت ميكانيكال انرجي موجوده، التربينه مربوطه مع جنريتور، الجنريتور هيحول الميكانيكال انرجي لالكتريك انرجي، انت كده معاك كهرباء. ده ابسط استخدام واكتر استخدام كان شائع زمان يعني للجيوثيرمال انرجي. على فكره الجيوثيرمال انرجي في ناس بتشتغل عليها من اكتر من 80 سنه، فهي يعني ممكن مش تكنولوجيا مشهوره قوي لكل الاماكن، بس هي معروفه من 80 سنه. طيب دي الايديا باختصار زي ما بحكي لك كده، انت بتنزل ميه لتحت، سواء كانت بقى الميه دي ميه نظيفه او براين ووتر، براين ووتر يعني ميه مملحه او ميه جايه من فضلات حاجه معينه يعني. الميه دي بتنزل بتسخن تحت، بتطلع على شكل ستيم، الستيم بيدور التربينه، او بتطلع على شكل مثلا لو هي مش ميه اصلا كان في لويد سخن مثلا، بيتبادل الحراره مع الميه فبيحول الميه لستيم. المهم بتقدر ان انت تنتج ستيم في الاخر، الستيم ده بيدور التربينه عن طريق المسارات اللي انت عاملها. التربينه لو دارت هي دايما بتبقى مربوطه مع الجنريتور، الجنريتور بيولد كهربا، وبعد كده غالبا المرحله بتبقى موجوده وما كانتش ظاهره في الرسمه اللي فاتت بس ظاهره في الباقي، ان الستيم ده انت بترجع تكثفه تاني وتنزل الميه مره كمان عشان تبقى انت كده عملت يعني استفاده كامله من الميه اللي موجوده عندك. وده شويه يسموه سنجل فلاش، اللي انا حكيته من شويه ده اللي هي النقطه الاخرانيه اللي هي ان الميه بتتكثف، ده اسمه سنجل فلاش. زي ما بحكي لك كده، انت بيبقى عندك براين سيستم هنا، براين ده بينزل الميه تحت، الميه بتنزل تحت بتسخن لان زي ما اتفقنا تحت الارض تبقى درجه حراره عاليه قوي، وتروح مطلعه ستيم، الستيم ده بيطلع على فوق كده بيدور التربينه طبعا عن طريق المسارات اللي معموله له، بيدور التربينه بيخرج من التربينه برضه بيبقى ستيم، هو بيعمل له عمليه كوندنسيشن بيسقعه. فانت عارف لما بتسقع حاجه الستيم ده عامل شويه زي الغاز، فبيبقى ليكويد بيرجع تاني ميه، بس ميه سخنه مش ميه ساقعه لان هو اصلا ستيم. فلما بيرجع ميه سخنه يقول لك ممكن تاخد انت بقى الميه السخنه دي تستخدمها دايركت كاستخدام في حاجه في الهيت، فانت كده ولدت كهرباء
عن طريق الجنريتور ده، وفي نفس الوقت برضو انت استخدمتها في استخدام ان انت بقى مياه سخنة للبيوت، او تصنع حاجة معينة بالمياه السخنة، ايا كان الاستخدام. المهم كانت عندك مياه سخنة وعندك كهرباء. المحطة دي يسموها سنجل فلاش، وزي ما انت شايف كده فلاش، علشان انت في مكان واحد بس هو اللي بيدخل وبيخرج منه المية، اللي هو ده زي ما انت شايف كده الستيم والبراين موجودين في نفس المكان. المحطة بقى المطورة عنها شوية يسموها دبل فلاش، نفس فكرتها تماما، بس هو بيعمل تو فيسلز مش فيسل واحد، يعني بيبقى فيه اتنين من دي. طب وده احسن؟ اه احسن، بيوفر وقت وفي نفس الوقت برضو بيزود الافشنسي، لان لما يبقى عندك تو فيسلز شغالين مع بعض انت بالشكل ده بيزود الافشنسي بنسبة كبيرة قوي، لان التربينة تقريبا بيجي لها ستيم من المصدرين. وهي نفس الفكرة بتاعت الأولانية بالظبط، بس هو الفكرة إن هو عنده تو فيسلز، فبيكسب وقت أكتر وبيحسن الإفشنسي وبيزود كمية الستيم اللي بدور التربينة، وبناء عليه بتنتج باور أكتر. طب جميل، فدي السنجل فلاش ودي الدبل فلاش. في الباينري سايكل بقى، وهي دي اللي ما بينزلش بقى على طول تحت يسخن مية، لا هو بينزل فلويد في الأول. انجكشن ويل هنا كده تلاقيه ينزل فلويد، الفلويد ده يسخنه، وبعد ما يسخنه يخليه يتبادل الحرارة مع المية، والمية بقى بعد كده بتتحول لستيم، فالستيم ده بيدور التربينة، والتربينة مربوطة برضو مع الجنريتور، بعد كده يرجع يكثفها تاني ويعيد تاني الموضوع، فيبقى بالشكل ده. بس هي الموضوع كله في السايكل دي، يعني اللي حتى بيكثفه تاني بيرجع يعيده في السايكل دي، بينما السايكل دي فيها فلويد تاني هو اللي بيسخن، وهو عن طريق الهيت اكسشنجر بيخليها تبادل الحرارة مع المية اللي بتبقى ستيم وهي اللي بتدور التربين. دي يسميها باينري سايكل الكتريستي باور بلانت، كالينا سايكل يسموها كده، كالينا سايكل. تمام، فهنا هو بيستخدم فلويد تاني او براين، براين يعني مية مالحة هي اللي بيسخنها، مش بيسخن المية العادية، يعني هنا مش بينتج الستيم، لكن هو هنا بيسخن فلويد في درجة حرارة عالية قوي، غالبا البويلنج بوينت بتاعته بتبقى اكتر من 1000، ويقدر عن طريقه يتبادل الحرارة مع المية العادية، فطبعا هو بيبقى سخن الدرجة عالية قوي اكتر، سوري، من 100 درجة، فبيبقى سخن مثلا، لو مثلا كان مولتن سولت هتبقى درجة حرارته 500 دي ممكن تخلي المية ستيم بسهولة جدا، ويخش الستيم بقى يدور التربين. تمام، فهو بيجيب فلويد البويلنج بوينت بتاعته اكتر من 100، سوري مش 1000 زي ما قلت انا لخبطت، البويلنج بوينت بتاعته بتبقى عاليه، فهو بيبقى ستيل فلويد بس درجه حرارته عاليه قوي، فهو بتخليه يتبادل الحراره مع الميه، فالميه تبقى ستيم، الستيم يدور التربينه، فكده بيبقى عنده كهرباء لان التربينه مربوطه مع الجنريتور، وبعدين يرجع يكثف تاني ويرجع ياخد الميه اللي هو كثفها دي يخليها تتبادل الحراره تاني مع الفلويد، ونفس الكلام بقى، ويفضل عافيه. هم بيقولوا ان دي كفاءتها احسن كتير من كفاءه المحطه اللي قبلها. في انهانسد جيوثيرمال سيستم، نفس الموضوع او نفس الحكايه كده، اي تكنولوجي من دول، لكن بقى هو مش بس بيعتمد ان هو يوجد الحراره عن طريق الجيوثيرمال سيستم، لا هو بيوجد مصدر تاني للحراره بالاضافه لكده، فطبعا ده بيحسن الافشنسي، لكن حسب بقى المصدر التاني ده ايه. ما انت ممكن تخليه عن طريق الحرق، انت لو خليته عن طريق الحرق يبقى انت ما حلتش مشكله الكربون دايكسيد ايميشن، لان هو طالما في حرق بينتج كربون دايكسيد. لو انت عايز تخليه حاجه صديقه للبيئه حاول تفكر في البايوماس او في السي اس بي. تمام، في ناس بس بتنزل الارتفاع قليل وتستخدم الحراره دي في انها فقط لا غير تسخن ميه تستخدمها في بيوتها، وده استخدام عادي جدا، وممكن الميه دي تستخدم ايذر ان هي تبقى ميه سخنه، او يستخدم الميه دي في ان هو يشغل تكييف او مرطب عنده. وزي ما قلت لك التكييف اساس فكرته انك انت بتوجد درجه حراره عاليه ودرجه حراره اقل، من هنا بينتج وجود الهواء، وهي دي فكره الويند وهي دي فكره التكييف. فانت ممكن تستخدم تحت الارض هنا يا اما الميه سخنه او لكوندنسنج او تشيلينج يعني تكييف. طيب دي تقريبا الاسعار بتاعت كل واحده من انواع الرينيوبل ومعاهم النيوكلر كمان، هتلاقي ان اقل سعر فيهم تقريبا هو الجيوثيرمال دول فلاش،
ده اقل واحد فيهم. طبعا السنجل ارخص منه، بس هو ما بيعتبر ان السنجل نادر الوجود دلوقتي، يعني هو يخليه فيسل واحده هي اللي تعمل كل حاجه، الفيسل بتبقى غاليه جدا، فهو بيجيب تو فيسلز. تمام. يجي بعديها على طول زي ما انت شايف الجيوثيرمال باينري، وبعد كده تيجي الويند، وبعد الويند يجي الويند والنيوكلير زي بعض شويه، وبعد كده يجي السمول هايدرو، محطات الهايدرو الصغيره قوي، وبعد كده يجي محطات البي في. فمن هنا قال لك سعر انتاج الميجا وات اور بتاع الجيوثيرمال يعتبر قليل. طبعا الكلام ده في بلاد مش في مصر، الكلام ده في كاليفورنيا في امريكا، لكن احنا ممكن نوصل لده، واحنا عندنا بوتنشال دلوقتي اتجاه الرينيوبل قوي جدا يعني. طيب هو ايه اصلا اللي بيأثر في سعر محطة الجيوثيرمال؟ اولا انت عايز تعمل محطة قد ايه؟ عايزة تنتج 300 ميجا وات ولا 3 جيجا وات ولا كام؟ طبعا كل ما زدت بالباور اللي عايز تنتجها كل ما الثمن زاد. تستخدم انهي تكنولوجي في دول؟ كل ما استخدمت تكنولوجي فيها equipments كتير كل ما السعر زاد. الريسورس ريليابيليتي، المكان اللي انت بقى عايز تعمل عنده المحطه، التمبريتشر جراديانت بتاعته قد ايه، كل ما هتنزل قد ايه هتوصل لحراره كام. ما انا اتفقت معاك الظاهره موجوده في كل الاماكن، لكن هوصل لقد ايه؟ وده برضو اللي ينطبق على فكره النيتشر اوف ريسورس، طبيعه الريسورس ايه، الميه كومبوننتس بتاعتها هتبقى ايه، الدبس اللي هتوصل له قد ايه، التاكس الايجار بتاع الارض، الانفايرومنتال ايشو، هل انت هتعملها في مكان عادي في الصحراء في مكان فاضي ولا في مكان فيه ناس فهتضطر تديهم فلوس عشان تمشيهم، البرودكت اللي هتستخدمه في الاخر انت عايز تعمله ميه ولا عايز تعملها كهرباء، وفكره بقى انك هتلاقي حد اساسا يصرف على الموضوع ده، ولا بلد اللي هتصرف، ولا انت مستثمر هتصرف، ولا الموضوع هيتم ازاي. طيب الانفايرومنتال افكتس بقى، الدروباكس نتيجه الانفايرومنتال او الانفايرومنتال كونسيرنز الموجوده، طبعا انت كده استخدمت كميه كبيره من الارض وغيرت شكلها، لانك انت غيرت شكل الارض، ما انت عمال تحفر عشان تنزل لتحت. الووتر كواليتي اللي تحت الارض مش زي المايه العاديه اللي احنا بنشربها بنستخدمها يعني. الاير بوليوشن طبعا، لانك انت عشان تحفر الحفر ده هتعمل زي نوع من انواع البوليوشن، وغير كده تحت الارض برضو مليان غازات وحاجات مختلفه زي الارزينيك مثلا، وده مشهور جدا موجود تحت الارض. هيت ريجكشن، انت تنتج حراره برضو لازم تتحكم في الموضوع جامد قوي، لانك انت بتنتج حراره من تحت الارض لفوق، لو في حاجه باظت في السكه انت في مشكله. انت هتعمل سخونيه جامده جدا في المكان اللي انت عامل فيه المحطه دي، وده بقى ظاهره معروفه قوي وكلهم بيتكلموا عليها الناس اللي عملتها يعني قبل كده. دي يمكن الريفرنس اللي انا يعني قريتها علشان خاطر اقدر اعمل لك المحاضره دي، جيوثيرمال اديوكيشن اوفيس الموجود في امريكا، فتحت السايت بتاعه واشتغلت منه شويه، واليو اس جيولوجيكال سوسايتي، والان ار اي ال الناشونال رينيوبل انرجي، دي اللي موجوده بجامعه ويسنكون. يمكن انا استخدمت دول عشان اقدر اعمل لك المحاضره ديت، اتمنى ان هي تكون نفعتك وتكونوا استفدتوا منها معلومه جديده كويسه يعني. موضوع الجيوثيرمال انرجي هو ريسورس ممتاز، لكن محتاج ان احنا نفكر في تنفيذه بطريقه جديه، ما تلوث حاجه عندنا وتكون على قد قوه الريسورس اللي عندنا. نهاية أنا بشكركم جدا، شكرا.